حياكم الله. إذا مشاهدينا الكرام، مني يديد وابتسم أنت في الشارقة. مشاهدينا، تواصل فعال وخطاب موحد، هذا هو شعار الدورة الثانية لمنتدى الاتصال الحكومي 2013، والذي ينطلق برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة هذا الشهر في 24 والخامس والعشرين من فبراير بالتحديد. نتعرف على ملامح الدورة الثانية لمنتدى الاتصال الحكومي. معنا عبر الهاتف الأستاذ أسامة السمرة مدير مركز الشارقة الإعلامي. صبحك الله بالخير أستاذ أسامة. صبحك الله بالنور أختي، وأستاذ الله صباح مشاهدي تلفزيون الشارقة. حياك الله أستاذ أسامة. يعني شاهدنا يمكن العام الماضي انطلاق الدورة الأولى لمنتدى الاتصال الحكومي بنجاح، الآن هذه هي الدورة الثانية وشعار الدورة تواصل فعال خطاب موحد. لنتحدث في البداية أو نعطي فكرة للسادة المشاهدين عن ملامح هذه الدورة الثانية، وحدثنا في البداية حول رؤية منتدى الاتصال الحكومي في الدورة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن النجاح الذي حققه منتدى الاتصال الحكومي في دورته الأولى التي كانت تحت شعار دع صوتك يسمع الفرق، زاد الحقيقة من المسؤولية أمام قطاع الاتصال الحكومي، من مسؤولية مركز الشرق الإعلامي أمام هذا القطاع الهام لتطوير هذا القطاع. فجاء الإعلان عن منتدى الاتصال الحكومي الثاني لهذا العام، والذي سيضم بإذن الله جلسات تنطلق من وجوب التغيير في أسس الاتصال الحكومي. التغيير من الحديث إلى الجمهور نحو التحدث مع الجمهور، والحقيقة استعراض ضرورة المرونة في أسس الاتصال الحكومي في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم في هذه الأيام. طبعا المنتدى سيقام على يومين، اليوم الأول جلسات المنتدى ستحمل في مجملها أو ستناقش في مجملها قضية قواعد الاتصال الحكومي، هل تغيرت هذه القواعد، ومن ثم ستتطرق إلى مناقشة الهيكل التأسيسي لوحدات الاتصال النموذجية في العالم. نحن في مركز الشارقة الإعلامي عندما وضعنا الأساس لهذا المنتدى جئنا انطلاقا من أسس الاتصال الحكومي المتمثلة في الملاحظة والإصغاء والتفاعل والتخاطب والتواصل. لذلك سنقدم في المنتدى ورش عمل مرافقة ستعمل على تدريب المشاركين بإذن الله على العديد من المهارات العملية التي ستفيدهم للخروج بقواعد جديدة يمكنهم تطبيقها في عملهم اليومي، ويمكنهم بعد ذلك أن يضعوا استراتيجيات شاملة لمؤسساتهم الحكومية. هذا بالنسبة طبعا هذا بالنسبة لليوم الأول، وسيضم طبعا عدد هام من المتحدثين، وهناك ضيوف شرف مهمين سيكونون في ضيافة إمارة الشارقة عاصمة الثقافة. هناك الأمين العام السابق للأمم المتحدة السيد كوفي أنان سيكون ضيف المنتدى وسيلقي كلمة في الافتتاح.